لدى لقاء سموه بكبار المسؤولين، أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المقر بالإنجازات البحرينية والخليجية غير المسبوقة في الشأن الرياضي العالمي. هذا وأكد سموه أن ترشح الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة لمنصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا هو فخر للبحرين، معربا سموه عن دعم هذا الترشح وعن الثقة الكبيرة في إمكانيات الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في تطوير الاتحاد الدولي لكرة القدم وإحداث نقلة نوعية فيه لما يمتلكه من عمل جاد ودؤوب في الشأن الرياضي العالمي من خلال رئاسته للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، متمنيا سموه له كل التوفيق والنجاح. إلى ذلك أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالإنجاز القطري بفوز دولة قطر الشقيقة بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، مضيفا سموه أن ترشح الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة لرئاسة الفيفا واستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 هي من أكبر الإنجازات لدول مجلس التعاون على صعيد الرياضة العالمية، ويحق للشعوب الخليجية والعربية أن تفخر بهذه الإنجازات والمكاسب. على صعيد آخر، أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن تزايد المشاريع التنموية في البحرين رغم التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي دليل صحة وسلامة سياسات الحكومة الاقتصادية التي تحرص على إطلاق المزيد من المحركات والبواعث التي تعزز من النشاط الاقتصادي وتحفزه نحو النمو.